السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطاع الإنسان ترويض الكلاب منذ حوالي 60 مليون سنة، والكلاب من الفصيلة الكلبية اللي بتضم الذئاب والثعالب وأبنائه، اللي عرفوا القدماء المصريين من زمان وكانوا بيصنعوا ليه التماثيل اللي كانت عبارة عن جسم كلب وراس حيوان أبنائه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لسلك الجديد إن شاء الله. وقد وجد تمثال لأنوبيس في مقبرة توت عنخ آمون اللي بيرجع تاريخها ل 1330 سنة قبل الميلاد. وقد وجد سلالة من الكلاب السلوكية في مقبرة من مقابر القدماء المصريين، وكانت بتحنط من 2100 سنة قبل الميلاد بجوار الفراعنة، واستطاع الرومان والإغريق إنتاج السلالات منها. كان أشهر أنواع اللي كانت معروفة قديما ده الماشين، اللي كان مدرب على الصيد وجر العربات منذ 1800 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى حراسة الخيل اللي كانت بتجر العربات من الكلاب الأخرى اللي كانت بتخيفها. أنواع الكلاب: بتنقسم الكلاب إلى 4 أنواع. 1. الكلاب العاملة، وهي فصائل الكلاب اللي يمكن للبشر تدريبها للقيام بمهامات احترافية كجر العربات والكشف عن المتفجرات أو المفقودين. ومن أهم الفصائل المستخدمة في الأغراض دي كلاب البلجين شيبرد أو الراعي البلجيكي وكلاب الجولدن ريتريفر. 2. كلاب الزينة أو الكلاب المنزلية، وتشمل معظم فصائل الكلاب. 3. كلاب الصيد، وبتستخدم في الصيد حيث تقوم بمطاردة الفرائس حتى تصبح قريبة من الإنسان ككلب السلوكي. 4. كلاب الحراسة، مثل كلب الراعي الألماني وبيستخدم في حراسة المنازل والمزارع، وتتميز الكلاب جميعا بحاسة شم قوية جدا، بالإضافة إلى حاسة السمع اللي بتمكنه من سماع دقات الساعة على بعد 40 قدم. وعظام الهيكل العظمي للكلب بتحتوي على 321 عظمة. وبتختلف الكلاب في أعداد عظام الديل، لكن قفصها الصدري بيتكون من 13 زوج من الأضلاع، وبيتكون العمود الفقري من 7 فقرات في الرقبة و13 فقرة في الصدر و7 فقرات قطنية و3 فقرات في العجز، والرجلين الخلفيتين في كل منهم 4 مخالب و4 أصابع، وتوجد مخالب في 4 أو 5 أصابع منهم. وبيمتلك الكلب الصغير اللي بيسمى الجرو 28 سنة مؤقتة، ولكن بعد عمر 6 شهور بيستبدله ويصبح عنده 42 سنة دائمة. وبتتراوح مدة الحمل في الكلاب من 56 يوم إلى 72 يوم. تعالوا بقى نتعرف على أخطر أنواع الكلاب في العالم. 1. كلب الدلماسي اللي بيصل وزنه إلى 40 كيلوغرام ولونه أبيض منقط باللون الأسود، وهو من أشرس الكلاب اللي بتستخدم في الصيد، وبيتواجد بكثرة في الدول الأوروبية لكن سلالته بتنحدر من بلاد الهند. سانت برنارد ارتفاعه حوالي 80 سنتي، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 100 سنتي، وهو من النوع اللي بيعيش في الأماكن شديدة البرودة، لذلك بيتواجد في البيوت الروسية، ورغم أن حجمه ضخم جدا إلا أنه بيتعامل بلطف مع أصحابه، وبيتميز بحجم عظام جمجمته الكبيرة والعريضة وأسنانه الحادة القوية القادرة على تمزيق أي شيء يريده، ويستخدم في الحراسة بفضل ضخامته اللي بيستطيع إخافة أي مخلوق يقترب منه أو من المنزل اللي بيحرسه. 3. جريد دان بيبلغ، وزنه حوالي 90 كيلوغرام، ويعد من أشد الكلاب خطورة، لكنه بيتميز بوفائه وإخلاصه الشديد لصاحبه. 4. دوبرمان، هو كلب رشيق وعنده مرونة كبيرة جدا، بيتميز بعضلات بارزة وقوية، لذلك بيقوم بمطاردة الفرائس اللي بيصطادها صاحبه بمنتهى السهولة، وهو بيعتبر من أهم كلاب الصيد لمن لديه هواية الصيد. 5. ملموت ألاسكي، بيتميز بشجاعته الشديدة وقدرة كبيرة جدا على العيش في أكثر الأراضي برودة في العالم، وبيتميز بجسم رشيق وطاقة كبيرة جدا جعلته الكلب رقم 1 في حراسة المنازل في مناطق البرد. 6. كلب الهاسكي، يشبه إلى حد كبير الكلب الملموت ألاسكي والذئاب البرية إلى درجة كبيرة جدا، لكنه أجمل منها بكتير وأقوى، لذلك بيستخدم هذا الكلب اللي بيصل وزنه لـ60 كيلوغرام مع قوات الشرطة في المناطق التلجية الباردة بفضل قدرته العالية على تحمل الصقيع. كلب الراعي الألماني أشهر أنواع الكلاب على الإطلاق، بيستخدم في الأبحاث الأمنية والحراسة، كما أنه ذكائه وقوته سبب في استخدامه من قبل القوات الخاصة في تنفيذ العمليات العسكرية الأكثر خطورة. روتوايلر أشرس وأقوى أنواع الكلاب على الإطلاق، بيتمتع بقوة جسمانية كبيرة جدا وعضلات بارزة
بالإضافة إلى حجمه الضخم اللي بيبلغ أحيانا 60 كيلوغرام. كلب البيت بول أكثر السلالات غدرا بالبشر، فهو بيمتلك مزاج مختلف عن بقية الكلاب، ولا يمكن حتى لصاحبه أن يعكر مزاجه أو يمنعه من القيام بما يريده. وبيعد هذا الكلب من أكثر أنواع الكلاب قتلا للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. الكلب الكوكازي أشرس الكلاب وأخطرها وأضخمها، وذلك بسبب وجود شعر كثيف على جسمه، وهو يشبه الأسد للوهلة الأولى، وبيمتلك قوة مذهلة، لذلك يحتاج هذا النوع مروض قوي الجسم وحاد الطباع مثله تماما حتى يتمكن من السيطرة عليه. فهذا الكلب لا يرضى خلال صاحبه اللي بيضاهيه في القوة والحجم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. خلصت حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.